للمزيد ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. أهلا دليل. رائد، سنبدأ من حيث انتهينا. هناك حدث مهم في 15 سبتمبر في عالم العملات الرقمية، وهو ما يسمى بالدمج الخاص بالإيثريوم. ما هو هذا الحدث؟ حدثنا عنه، وكيف سيؤثر على شهية التداول في هذا القطاع؟ بلا شك هذا الحدث يعتبر هو الأهم في عالم العملات الرقمية، The Merge أو الدمج، وهو عبارة عن الإصدار الجديد من إيثيريوم 2.0. هذا الإصدار يعنى بشكل كبير جدا بإمكانية التوسع والأكبر التي يمكن أن تحقيقها من خلال هذا النمط الجديد، لأنه راح تنتقل تقنية الإيثيريوم من ما يسمى بالPOW أو هو إثبات العمل إلى تقنية تسمى بإثبات الحصص. هذه التقنية سوف تقوم أولا بتخفيض استهلاك الطاقة بشكل كبير جدا يفوق 98%، وهو يعني ضد العامل الذي كان يتحدثون بسلبية كبيرة عن الإيثيريوم وعن العملات الرقمية باستهلاكها الكبير للطاقة. سوف يتم تقليص استخدام الطاقة بشكل كبير جدا، وهو عامل مهم وتحدي كان للبيئة يتم تحقيقه. أيضا السرعة بالتنفيذ وكذلك انخفاض التكاليف، كل هذا لعمليات التحويل. هذا من شأنه أن يعني يوفر بيئة قابلة للتوسع والارتقاء في العملات الرقمية. هذا النفس الإيجابي الذي تخلقه أو يخلقه هذا الحدث، يعني بالأسبوعين الأخيرات في العملات الرقمية رأينا نوع من الإيجابية ونوع من الموجة الصاعدة، وأضافت العملات الرقمية ما يقارب 13% نمو بعد أن كنا في يعني مرحلة تحت ضغط شديد إن صح التعبير العملات الرقمية، واستقرار وضيق في نطاقات التداول هي الأضيق منذ عامين تقريبا يعود مرة أخرى. أيضا بالنسبة للماركت كاب كنا شهدنا عودة لنمو أحجام التداول على العملات الرقمية، بعد أن كانت عند القمة 3 تريليون نزلت إلى 1 تريليون، الآن عند 1.4 تريليون دولار. يعني نحن نعود مجددا كأحجام تداول. دعم بلا شك تراجع الدولار الأمريكي مؤخرا هذه العملات الرقمية لمزيد من الارتفاعات في الفترة الحالية. هل تعتقد أن هذا سيفتح الباب لعودة أحجام تداول، ولكن يعني هل نستطيع مقارنتها بالسابق أم ستكون أقل بكثير؟ يعني أعتقد هي انفراجة، لأنه هي مرحلة المستثمرين وشهية المخاطرة، وهل يوجد بدائل أمامهم للاستثمار. هذا هو الذي حقق جاذبية في الآونة الأخيرة، وجعل من العملات الرقمية في يعني العام الماضي مصدر للاهتمام بشكل كبير جدا. قوة الدولار الأمريكي هي التي ضغطت على هذه الأسواق. ما أن تراجع بعض الشيء الدولار الأمريكي شهدنا عودة مجددا. طب الآن بالحديث عن الدولار، والمهم بالنسبة لليوم المنتظر بيانات التضخم الأمريكية، ما هي سريعا السيناريوهات المتوقعة أو المحتملة لنقل حتى لمسار الفيدرالي فيما بعد؟ يعني الفيدرالي أعتقد كلمته واضحة، وهي أنه مزيد من تجديد السياسة النقدية. إذا كان هناك بيانات تضخم أعلى من المتوقع، أصبح لديه مبررات إضافية لقيام بتشديد أكبر في السياسة النقدية. نعلم أنه تشديد السياسة النقدية سيخنق النمو الاقتصادي، ولكن هو الحل الوحيد لمجابهة التضخم الذي حتى الآن مع تراجعاته الأخيرة من 9.1 ل 8.5%، والتوقعات انه ترجع ل 8.1%. التراجعات هي بفعل تراجعات الطاقه وليس المؤشر الاساسي الذي يستثنى منه الغذاء والطاقه. الطاقه تراجعت بعض الشيء، تحقق التضخم بعض التراجع. نريد تراجع بالتضخم الفعلي اللي بنسميه نحن الكور سي بي اي، وهو الذي نستثني منه الغذاء والطاقة، انه يكون يحقق تراجعات الى مستويات ادنى من 4% حتى يقول انه التضخم بدأ بالتراجع فعليا. اعتقد السيناريو الابرز هو انه يكون في عندي تضخم اقل من المتوقع، ممكن جدا انه يحقق حتى قراءة دون 8%، لكن لن يحبط من عزيمة الفيدرالي بمزيد من تشديد السياسة النقدية. طيب رائد، اخيرا هناك مخاوف تراجع الطلب بالنسبة للنفط، وفي الجهة المقابلة مخاوف الركود. الآن اليوم الأسعار عادت للارتفاع مجددا، ما هو
يعني المرج او يعني الكفه التي تفوز؟ اعتقد مخاوف الركود هي التي تسيطر على الاسواق، ارتفاعات النفط الاخيره ايضا هي شكلها شكل باقي الكوموديتيز التي حققت بعض اللحظه مع تراجعات الدولار الامريكي مؤخرا، راينا انه كل الكوموديتيز او السلع بدات بالارتفاع وعلى راسها النفط، ولكن مخاوف الركود وانخفاض الطلب المستقبلي هي التي تسيطر على اسواق النفط، اعتقد مرجح أنه يعود للتراجع بعض الشيء في الفترة القادمة. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا.